كابتن وليد، يعني كابتن احمد وكابتن حماده قراءه سريعه في افكار جوزيه جوميز. الناحيه الثانيه كابتن طارق العاشر يمكن النهارده بادئ بخماسي في خط الدفاع، وهو كان بيشتغل دايما باربعه من تحت، يمكن شال النهارده ميسي او خالد الغندور وحط واحد في الجانب الدفاعي. لو قريت افكار الكابتن طارق العاشري، الكابتن طارق العاشري عايز ايه من المباراه النهارده؟ عايز لو ما كسبش ما يخسرش. بالاداء ده اللي انت بتعمل بتلعب بخمسه ورا، وممكن الخامس ده بيتقدم مع الهجمه ويرجع تاني التمركز بتاعه، فانت بتعمل بيعمل قدام المرمى بتاعه بلوك، بيعمل اللي انت ما توصلش زياده عدديه توصل. قدام ال 18 عنده، فبالتالي هيسيب لك الاستحواذ وهيسيب لك تعمل كل حاجه لحد ما تروح له التلت بتاعه، نص الملعب بتاعه. من هنا يبدا الشغل بتاع كابتن طارق العشري في اللي هو التمركز على حدود ال 18، ويلعب كل واحد في مركزه بحيث اللي يبقى فيه كثافه عدديه دفاعيه للاتحاد داخل ال 18، وما يديش المساحات. هو عارف لو ساب مساحه لزيزو هتلاقي فيه منطلق، لو ساب مساحه لناصر نفس الكلام، ونرضاي نفس الكلام من ناحيه الشمال، وهو بيأدي بشكل كويس في الحته الهجوميه. فبالتالي هو عايز يقفل الحاجات دي، يقفل المساحات دي، فهتلاقي فيه صعوبه. ده فكره، هيبقى فيه صعوبه في اداء نادي الزمالك اللي هو يلاقي المساحات عشان يشتغل الشغل بتاعه. عنده لعيبه طبعا، ما بيقولوا له الراجل هيعتمد على الهجمات المرتده، وده امر واضح، والتحولات وعنده ميسي بره. موجود ميسي وبره؟ لا مش موجود. فهو كان يعني هيعتمد على موجود خالد الغندور وموجود بواتي. السرعات، هو ما عندوش سرعات قوي، يعني هو اللي كان اللي كان بيعتمد عليه في نقل الهجمه كان ميسي في ميسي الحته بالظبط كده. لكن انت عندك مبلولو، عندك بواتنج، ممكن يستعمل الشوط الثاني بقى في الحالات الهجوميه. عايز بس اتكلم سريعا على نادي الزمالك. يعني رقم واحد عايز اتكلم في حته الـ لما الكره بتبقى في نص ملعب الخصم، لازم ده ما شفناهوش الماتش اللي فات، خط الديفنس لازم يطلع على نص الملعب، ما يبقاش في جاب كبير بين نص الملعب. عايز تقرب الخطوط. يقرب الخطوط، بمعنى ان انا دلوقتي لو دونجا وعبد الله السعيد في نص ملعب الاتحاد، لازم خط الظهر يطلع يبقى في نص ملعب الاتحاد السكندري. ده ما كانش موجود، كان الدنيا ممطوطه، الكره تتقطع في نص الملعب تلاقي مساحه كبيره جدا بين الخط. مش يمكن هو كان قاصد في المباراه دي عشان السرعات اللي بيتميز بيها فريق فيوتشر؟ لا مش قاصد، ما مطش الملعب، لان بتكلم على الديفنس بتاعك يبقى طالع على نص ملعبك انت، وانت معاك الكره في استحواذ في نص ملعب الاتحاد، ده لازم يبقى كده. لكن انت هتفضل واقف ورا، يبقى انت مغطي الاوفسايد، كره تتلعب هيبقى في مساحه كبيره بين نص الملعب وبين خط الظهر، فيبدا يبقى فيه مساحات. زائد ان انت جوميز بيشتغل على الاستحواذ، طول ما انت كره في رجلك مش محتاج ان انت تجري كتير، مش محتاج ان انت تضغط كتير، فبالتالي هو بيشتغل بعبد الله السعيد وناصر بحيث اللي هو الاستحواذ مش هيخليك تجري كتير، ويخلي نضاي من وجهه نظر، لان نضاي في الحته الهجوميه هو عايز يفتح جبهه هجوميه، ناصر ما بيلعب من جوه الملعب، فانا لو حطيته ناحيه الشمال الحته الشمال دي بعدت شويه. لكن انا لما احط نضاي ناحيه الشمال يبقى في كروسات شغاله وهو فتوح، لو حطيت يبقى زيزو عمر جاب ناصر ماهر، اهم حاجه ما ينزلش يستلم من الرجل، انت ما تنزل تستلم من الرجل يبقى انت ما عملتش اللي هو التسعه ونص بتاعتك اللي انت بتكمل التقدم بتاعنا مع سيف الدين الجزيري. طيب. لو قطع القريبه مثلا يبقى انت على البعيده، يعني كل دي حاجات المفروض يعني نشوفها في الملعب، وبركز على حته ناصر ما ينزلش يستلم من دونجا بشكل كبير، يعني يسيب عبد الله السعيد او نبيل عماد وهو يكمل، يبقى ايه، يبقى شغله كله راس حربه ومن تحت راس حربه بس، لكن ما ينزلش ياخد نص الملعب.